معنا عبر الهاتف الآن واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ نادي الترجي التونسي، الكابتن الكبير كابتن سامي العروسي لاعب الترجي السابق. كابتن سامي، مشرفني ومنورني، صباح الخير على التلفزيون المصري. أهلا بيك وأهلا محمود، أهلا بالتلفزيون المصري ومساعدين التلفزيون المصري. إحنا سعداء جدا بتواجدك معنا، وعايز أسألك عن توقعاتك ورأيك عن هذه المواجهة الكبيرة المنتظرة بين النادي الأهلي والترجي التونسي في رادس يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. تقريبا كانت كبيرة يعني بالجماهير، كانت مقابلة، كنا ننتظر مقابلة كبيرة بين فريقين كبيرين الترجي والأهلي، لكن المثل يقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كاو يعني أخطاء من الجماهير أدت يعني إنه الترجي يفقد الجماهير متاعه والمساندة في رادس، وأيضا بعض النتائج السلبية في البطولة خلت الترجي في وضعية حرجة شوي مع المدرب مع اللاعبين، يعني نفسانيا وقولوا احنا يعني هناك ضغط نفسي كبير على المقابلة هذه، واحنا كحبات الترجي كلاعبين اما نتمنى تكون معناتها صحب عابرة ما تكونش مؤثرة برشا على المقابلة دور نصف النهائي. بس انا حاسس من نبرة صوتك انك مش متفائل، يعني لازم تقول اهلي في احسن حالاتهم خارج من السوبر المصري، خارج يعني من مقابله كبيره ضد الرجاء، يعني قاعد يتحسن، قاعد يقولوا احنا يلقى في الركائز نتاعو، يلقى في الملاعبيه، قاعدين الفورمه نتاعهم، كهرباء، معلول، شناوي، أظن حمدي، يعني الأهلي المصري في البوديوم، يعني يقولوا احنا في الأدوار المتقدمة هذه يلقى نفسه، يعني يرجع الأهلي هو الفريق الكبير. الترجي إصابات، الهوني، بن عياد، الترجي خارج من مقابلة في الدربي، احنا نقولوا مقابلة الأجوار منهزم، الترجي بدون حضور جمهور، هذا الكل يخلي المقابله صعيبه على فريق الترجي، صعيبه برشا. ليه بقى الترجي جه مع نهايه الموسم ومع نهايه المنافسات سواء محليه او افريقيه وبدا يتراجع من وجهه نظرك؟ تراجع كثيرا الترجي عن بدايه الموسم. انت تعرف انه الكره جويل، الكره ما انت الكره بونتويت، الترجي فانجير يقول 4-3-3 اذا عنده ثلاثه مهاجمين هدافين، الترجي 2018 كان عنده البليلي، كان عنده البدري، كان عنده الخنيسي، الانتصار كان على الاهلي وقتها 3 في المنزل، يعني الترجي توا الهوني مضروب، البدري ماهوش في حالاته، بن عياد الجناح مصاب، يعني الترجي هجوميا فقد شويه من القوه نتاعو، هذا هو اللي خلى الترجي يعني يمر بفترات صعيبه، الترجي ما عندوش هجوم توا. هذه صعوبات، يعني باش تنجم تعمل كوره مزيانه وتعمل استحواذ لازمك تسجل، لازم تلعب وما تسجلش هذيك حاجه معناتها حاجه يقولوا احنا ماهيش ناجحه اصلا، ماهيش ناجحه انك ما تسجلش، يعني الترجي يفقد الهجوم نتاعه، الترجي يفقد الركائز نتاعه في الهجوم. هذا هو اللي خلينا قولوا المقابلة باش تكون صعيبة، صعيبة على فريق الترجي، لأنه نبيل معلول مجبر بعد يغير التشكيلة من قاعد يغير من 4-3-3 إلى 3-5-2، يحب يطلع قولوا احنا الفونتري يعني الظهير الأيمن والظهير الأيسر باش ينحي النقص في النقطة الهجومية اللي الأجنحة نتاعو المصابين الزوز هوني وبن عياد. صحيح. كابتن سامي العروسي نجم نادي الترجي التونسي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب